ودابا بعد ما دخلت هاد التحليه ديالنا للمجمد ودابا خرجتها نتوما كما كتشوفوا. غادي ان شاء الله نتمنى من الله تعجبكم الطريقه هذه. ودابا غادي نوريكم كيفاش جات هاد التحليه. هذه كتجي رائعه بزاف ها نتوما، كتجي زوينه بزاف. ودابا ان شاء الله بقوا معايا حتى ندوزو المكونات ان شاء الله وطريقه التحضير وما تمشيو فين. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير؟ نتمنى الله دائما تكونوا بخير وعلى خير. وبلا ما نطول عليكم ان شاء الله اليوم غادي ندير واحد التحليه وهانتوما معايا. هاد التحليه هذه سهله مهله واي واحد يقدر يديرها لانها ما فيهاش المقادير بزاف. نتمنى من الله تعجبكم وندوزو ان شاء الله المقادير وغادي نوريكم الوصفه اللي غادي ندير اليوم ان شاء الله. عندي هنايا المقادير، عندي هنايا يطرونص ديال الحليب، عندي هنايا 3 ديال الساشيات ديال الفاني، عندي هنايا 2 ديال دانون ياغور الطبيعي، عندي هنايا 3 معالق ديال السكر سنيدة. السكر سنيدة كيبقى على حسب الذوق. هنايا عندي مكسرات، هذا ما نخليهم حتى الاخر للتزيين. وعندي هنايا مايزينا، عندي كل نص يطرو كدير فيه 2 معالق كبار ديال النشا. هنايا عندي 3 ديال الكرطونات ديال الحليب، كل كرطونه كدير فيها 2 معالق ديال النشا. وغادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. اول حاجه غادي نجيب هذا الاناء هذا. اول حاجه غادي ندير الحليب، دابا غندير السكر سنيدة، وغادي ندير النشا. هادو 6 المعالق كما قلت لكم، كل نص لتر كديروا فيه 2 معالق كبار ديال النشا. ودابا كنخلطهم هكا مزيان قبل ما نديرهم فوق العافيه، كنخلطهم هكا مزيان. ودابا بعد ما تخلط لينا هكا غادي نديرهم فوق البوطه. من حدهم كيطيبوا حنا كنحركوا بحال ما هكا باش ما كيلصقناش على الكسرونه في القاع ديال الكسرونه. وكنبقاو بحال هكا كنحركوا بحال هكا باش ما كيلصقناش على الاناء ديالنا. وبعد ما يطيب غادي نضيف ليهم الفاني، وغادي نضيف ليهم دانون اولا الياغورت الطبيعي بلا سكر. التحليه هذه زوينه، راه كتجي زوينه بزاف وبسيطه، واي واحد يقدر يوجدها لان فيهاش المقادير بزاف. دابا كيما كتشوفوا هي قبل تعقد لينا ان شاء الله. غادي نخليها هكا، ودابا الكيسه اللي غادي ندير فيهم غادي ندير في هاد الكيسان هادو، هادو اللي غنيين عن التعريف، هادو هما القدام ديال الكيسان هما لي غادي ندير ليهم اليوم إن شاء الله. وكنستمر كنتحرك باش ميسقناش على الإناء أولا على الكسرونة لي عندنا. كنبقاو نحركو هكا حتى حتى كنشوفو بدا كيعقد وبارك عليه. وغادي نبقى هكا حتى يقرب يعقد ونرجع معكم ان شاء الله. دابا كنبقى هكا هو قرب يعقد لينا. والتحليه ديالنا كما كتعرفوا هذا غير كتوجد ان شاء الله يا ربي. ودابا راه باقي الحال سخون، اصلا باقي شويه الحال
حتى ولاش من البرد عاوتاني ورجعنا الحال سخون. واللي جات من عند الله مرحبا بها. وهذه هي التحليه ديالنا نتوما كما كتشوفوا، كما شفتوها راها بسيطه جدا، اي واحد يقدر يوجدها في الدار، وانا كتنجح 100%. غير تبعوا المقادير كما قلت لكم، وراها كتجي زوينه ولذيذه بزاف. ونتمنى من الله تجربوها، وما تنساونيش من التعليق ديالكم هادشي اللي عجبتكم هاد الوصفه اللي صاوبت لكم اليوم او التحليه ديال اليوم. نتمنى من الله تعجبكم هاد التحليه هذه. حنا خدامين وحنا نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وانتم شكرا لكم بزاف كاع اللي كيخلي التعاليق محفزه، وكنشكركم بزاف. وما تنساونيش اللي ما اشتركش عندي في القناه يشارك عندي فيها فضلا منكم وليس امرا، باش دائما نجيب لكم الجديد ان شاء الله. هيا عدت هانتوما كما كتشوفوا، طفيت عليها البوطه، ودابا غادي نضيف ليها ساشين ديال الفاني قبل ما تبرد. اللي بغى يدير اي ياغورت ولا دانون، اي دانون بغيتوه ديروه، هذا كيبقى لكم الاختيار. وهذا حتى هو كيجي زوين بزاف، نتمنى من الله يعجبكم. كنخلطوهم هكا مزيان، ودابا غادي نخوينا في هذا الكيسان هادو. ودابا بعد ما خويت من هنايا غادي نخلي من هنايا برا، ما ندخلوش الثلاجة دابا حتى يبرد واحد شويه، وعاد غندخل من الثلاجة ان شاء الله حتى يبرد مزيان، وغادي نخلي هنا حتى يبرد مزيان وندخل من الثلاجة. وبعد ما نخرجهم غادي نزين بهاد المكسرات هادو، باش ما كان عندكم نتوما اي مكسرات كان عندكم يمكن لكم ديروهم. انا عندي هاد المسكرات هاد المكسرات هادو هما اللي كاينين. ونتمنى من الله يعجبكم هاد التحليه اللي قلت لكم اليوم، وغادي نخليهم حتى يبردوا ونرجع معكم ان شاء الله. دابا كما كتشوفوا بعد ما هانتوما كما كتشوفوا هكا مابقوش شادوا راسهم، دابا غادي ندير لهم غادي نزين هاد بهاد المكسرات هادو. التزيين كيبقى لكم داكشي طريقه باش تبغي تزينوهم كتزينوهم، اي حاجه كانت عندكم متوفره في الدار بغيتو تقدموهم هكا بلا ما ديروا فيهم حتى شي حاجه، حتى هما راه كيجيو زوينين. كنزينهم بهالطريقه هكا كما كتشوفوا. وهذا هما الطريقه نتوما كما كتشوفوا. ودابا غادي نخليهم حتى يبردوا مزيان ان شاء الله تقريبا 3 ديال السوايع، وان شاء الله يكونوا واجدين. ونتمنى من الله يعجبكم،
وانتم معايا تنوريكم كيفاش كيجيو من يبردو ان شاء الله. وما تمشيو فين وتمنى الله يعجبكم وما تنساوش اللايكات ديالكم باش دائما يجيكم الجديد ان شاء الله. دابا هذه التحليل هنا انتم كما كتشوفوا، دابا بعد ما دخلتها المجمد وخرجتها، دابا انتم كما كتشوفوا نتمنى من الله تعجبكم هذه الطريقه هذه ديالي، وغادي نوريكم هنايا كيفاش جات هانتوما. الصراحه الله كتجي رائعه بزاف هانتوما. نتمنى من الله تعجبكم هذه الطريقه ديالي هذه هانتوما، وكيجي رائع بزاف. نتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا، وإلا عجبكم ما تنساونيش لايكات ديالكم باش دائما ان شاء الله نجيب لكم الجديد. وبسلام عليكم، وحتى نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله وبوصفه جديده، ومع السلامه. سلامه.